Yaakov, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. Yeah, you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, no one is allowed to steal it, ya ammi. السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب موجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. في 7 أكتوبر من هذه السنة 2023 تم استهداف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية من قبل المقاومة الفلسطينية، وتفاجأت إسرائيل بأسر عدد منهم وخسائر ما كانوا حاسبين حسابها. كانت الهجمة غير متوقعة، وفجأة أصبح الجيش الإسرائيلي ليصف نفسه بأن الجيش الذي لا يقهر في موقف رعب وخوف، وأعلنوا رسميا أنهم بحالة حرب. بس اللي صار بعدها ما كان حرب، بل كان شيء آخر. النزاع على أرض فلسطين ما بدأ للتو، بل كان من سنين طويلة. كيف وصلنا للي قاعد يصير الحين؟ خلونا نرجع بالزمن لورا علشان نعرف الحقيقة بالكامل. قبل ما أبدأ المقطع أبي أقول لكم تنبيه، راح أتكلم بهالمقطع باعتبار أن اللي قدامي قاعد يسمع المقطع هذا ما يعرف ولا شيء عن القضية، وعلى أمل أنه فعلا توصل للناس اللي ما وصلت لهم الحقيقة أو وصلت لهم هالقضية بشكل محرف. تبدأ القصة بالكامل في أواخر القرن 19، وتحديدا في 13 مارس من 1881. بهذا الوقت بالتحديد استيقظ الشعب الروسي على خبر صادم أثار غضبهم وحزنهم، واللي هو خبر اغتيال القيصر ألكسندر الثاني، واكتشفوا أن اليهود متورطين بقتله. نظرا لوجود خلافات سابقة بين الروس واليهود ومع قتل القيصر، بدأت مذابح واسعة في الإمبراطورية الروسية ضد اليهود، واستمرت لمدة 3 سنوات من 27 أبريل 1881 إلى 1884. وحتى بعد ما جاء لهم القيصر الثالث هم بعد كان معادي لليهود، بسبب أنه شهد تدهور حاد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكان يرجع السبب لليهود. فهني قرر أنه يحد من وظائفهم ويمنعهم من أنهم يدخلون الأراضي الريفية. وهالعداوة هذه اللي كانت ضد اليهود ما كانت فقط في روسيا بل في دول متعددة. ولها السبب في عام 1896 طلع صحفي يهودي اسمه ثيودور هيرتزل ونشر كتاب اسمه الدولة اليهودية، وهالكتاب هذا هم بعد انعرف باسم ثاني واللي هو الدولة الصهيونية. كان ثيودور يطرح فكرة معينة واللي هي عبارة عن إقامة وطن قومي يهودي، ويكون مكان هالوطن القومي في أرض فلسطين، وأنه لازم يكون لهم أرضهم المستقلة، والعالم كله لازم يوقف اضطهادهم. ومن هني بدت الصهيونية. الحين كلكم يخطر في بالكم سؤال، انزين اليهود وين كانوا بالاصل؟ وين مكانهم الاساسي؟ في الواقع اليهود كانوا متفرقين في شرق اوروبا، فمثل ما كانوا موجودين في روسيا هم بعد كانوا موجودين في اوكرانيا وانجلترا والمانيا واسبانيا وغيرها من الدول. واللي صار في روسيا واللي قلت لكم اياه من ساعه ما كان حدث استثنائي، بل هم بعد صار في باقي الدول اللي كان فيها اليهود. بدا ترحيل اليهود من اوروبا على فترات مختلفه، ومو فقط ترحيل بل هم بعد صارت عمليات اباده لهم. ولكن في عام 1917 وبعد خساره الدوله العثمانية بالحرب العالمية الأولى، صارت بعض الدول العربية تحت انتداب الدول المنتصرة في الحرب. فمثلا كانت فلسطين والأردن تحت الانتداب البريطاني، بمعنى أن بريطانيا تسيطر وتدير هالأقاليم اللي انتزعتها من الدولة العثمانية، ولأن عائلة روتشارد اليهودية كان لهم نفوذ مالي كبير، وهم بعدهم كانوا السبب في دعم بريطانيا بالحرب وساندوهم، فاشترطوا على بريطانيا شرط مقابل مساندتهم لهم بالحرب، وهالشرط كان هو وعد بالفور. شنو وعد بالفور؟ وعد بالفور هذا الوعد اللي يفيد بدعم تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. وأرسل آرثر بلفور هذا الوعد حق والتر روتشيلد اللي هو من عائلة روتشيلد اليهودية، واللي تكلمنا عنها بالتفصيل بمقطع سابق، وإنها تملك نصف ثروة العالم كله. المهم من هني بدأت هجرة اليهود بأعداد كبيرة إلى فلسطين، واللي سهل لهم هذا الشيء هو بريطانيا. لكن هذه ما كانت النهاية، على الجانب الآخر استمرت مشاكل اليهود بأوروبا. فمثلا في عام 1933 بدأت ألمانيا تحت الحكم النازي بعمليات ترحيل اليهود، اطردوهم من أعمالهم ودمروا معسكرات
سيارتهم وأيضا كان يتم تعذيبهم، وكانت النهاية هي المحرقة اللي أنتوا تعرفونها اللي يسمونها محرقة هتلر أو الهولوكوست اللي صارت بالحرب العالمية الثانية. وفي أقاويل كانت تنقال عن هذا الموضوع اللي هو المحرقة ما صارت، وإن اليهود طلعوا هذا الشيء علشان يورون العالم إن إحنا مضطهدين، إحنا مساكين. وفي جانب ثاني يقول لا فعلا هذه الحادثة صارت، وفي جانب ثالث يقول فعلا هذه الحادثة صارت لكن مو مثل ما قالوها اليهود إن تم اغتيال 6 مليون، قالوا إن العدد أقل من هذا بواجد، فالأقاويل واجد، لكن هذا كله مو مهم، المهم إن تم ترحيلهم من ألمانيا. فيقول لكم إن بعد المحرقة هذه طلعوا ناجين واجد من اليهود، وكانوا غرباء ما لهم أي وطن ولا لهم أي هوية، مشردين، وحاولوا إنهم يروحون لكذا دولة أوروبية لكن ما في دول أوروبية رحبت فيهم، فقرروا إنهم ينتقلون لفلسطين وهناك يحسون بالأمان. فالفلسطينيين بطبعهم وعروبتهم استقبلوهم أحسن استقبال، لأن إحنا العرب كذي، لما يجينا الشخص المحتاج ما يهمنا شنو دينه شنو مذهبه أو من وين جاي، اللي يهمنا إن الشخص هذا جاء واستنجد فينا وإحنا لازم نساعده بغض النظر عن كل شيء. فعلشان كذي الفلسطينيين استقبلوهم أحسن استقبال. طيب السؤال، ليش كان يتم طردهم؟ أكيد في سبب. في الواقع إن اليهود كل مكان يسكنونه يسببون أذى ومشاكل، ومشاكل اقتصادية وجرائم قتل مثل قتل القيصر الروسي. ومثلا في إنجلترا تورطوا اليهود بجرائم قتل متكررة للأطفال المسيحيين، كان ضمن طقوس معينة عندهم، فعلى طول الملك إدوارد الأول طردهم في عام 1290. هذه كانت أول مرة يتم طردهم، ومن بعدها طردتهم فرنسا في عام 1394، وطردتهم إسبانيا في عام 1492 وغيرهم من الدول. وكل هذه الدول اللي طردتهم كان لأسباب، واللي هو الخراب اللي يسوونه وتوسعهم الغريب بالأرض اللي يسكنونها. يعني ما كانوا يتعاملون مع الأرض إن مثلا هذه فرنسا، هذه دولة تجمعني أنا والمسلم والمسيحي، لا، أنا المكان اللي عايش فيه هذا هو الوطن مالي أنا، فأنا أبدأ أتوسع 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 وهذا وطني خلاص، ما يعتبر نفسه منتمي للدولة بكبرها، فبالتالي الدول تحس بالخطر على نفسها، فعشان كذي تنطردهم. بالمناسبة هذا الشيء نفسه هم بعد صار بالأردن كمحاولة من اليهود، لما حس الأردنيين بالخطر عليهم من اليهود تم طردهم كذلك، وهم بعد محاولة إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، هالشيء أبدا ما كان مقبول وتسبب بثورة من الفلسطينيين ضد الانتداب البريطاني، لأن مثل ما قلت لكم فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني آنذاك. فطالب الفلسطينيين بريطانيا بأنها توقف تهجير اليهود لفلسطين، لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقبل لا تنسحب بريطانيا من أراضي فلسطين، سلمت بريطانيا ملف فلسطين إلى أمريكا علشان أمريكا تتصرف خلاص وتشيل إيدها من موضوع بريطانيا. وهني صارت الكارثة الغير متوقعة. في نوفمبر من عام 1947 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرار تقسيم فلسطين إلى 3 أجزاء، الأول دولة عربية باسم فلسطين وتمثل 44% من أرض فلسطين، والجزء الثاني الدولة اليهودية واللي تمثل حول 55% من فلسطين، والجزء الثالث 1% واللي هو القدس، والقدس تكون مكان مشترك بين اليهود وبين أهل فلسطين. فتخيلوا معاي أن السكان الأصليين اللي هم الفلسطينيين الحين صاروا لاجئين عند اليهود في أرضهم أكثر منهم، يعني اليهود اللي كانوا منحاشين من أوروبا وجو كلاجئين لفلسطين واحتووهم الفلسطينيين، انعكست الآية، صاروا أهل الأرض هم اللاجئين، واللاجئين اللي جايين من أوروبا هم أهل الأرض. شيء مضحك مهزلة. وعلى هالقرار هذا اللي سوته الولايات المتحدة الأمريكية تم تهجير فلسطينيين عن أراضيهم بالقوة، وإن الحين لازم تتركون بيوتكم وتنتقلون للأماكن اللي رسمتها لكم الولايات المتحدة. والشيء اللي يقهر أكثر إن بريطانيا لما انسحبت من أراضي فلسطين سوت كارثة كبيرة جدا، واللي هي إن سلمت أسلحتها لليهود كدعم منها لهم، وصاروا الآن اليهود اللي كانوا جايين لاجئين ومستضعفين واقفين بأسلحتهم الحديثة القوية مقابل المواطنين الفلسطينيين اللي ساعدوهم بالبداية واللي ما يملكون أسلحة. وبهذه المعادلة شنو تتوقعون صار؟ بدأوا اليهود هجومهم العنيف على الفلسطينيين وتم قتل أعداد كبيرة، وهني صارت النكبة، انتوا ما طلعتوا من أراضيكم بالطيب، يلا الحين تطلعون منها بالغصب جثث. وبالفعل خلال 6 أشهر فقط تم تدمير فوق 500 قرية فلسطينية، والشعب كان يقاوم، ما باعوا أرضهم مثل ما يتم اتهامهم، أعيد وأكرر ما باعوا أرضهم. للناس اللي تقول الفلسطينيين باعوا أرضهم، الفلسطينيين ما باعوا أرضهم ولا باعوا بيوتهم، هذه فكرة صهيونية انشروها عندكم عشان تتخلون عن القضية هذه وتقولون ما لنا شغل هم باعوا أرضهم. لا يا عرب، عمرهم الفلسطينيين ما باعوا أرضهم، واللي بيع أرضه ما يقاتل للحين، فكفاكم ظلم، كفاكم ظلم فوق الظلم اللي هم مظلومين فيه. الفلسطينيين حاربوا بأرواحهم، حاربوا بدون أسلحة، لكم أن تتخيلون بشاعة المنظر، اللي قدامك معاه سلاح وأنت ما معك ولا شيء وقاعد تحارب عشان أرضك، وهم تم تهجيرهم بالغصب عن أرضهم اللي تمثل عرضهم. حتى بدت الأراضي الفلسطينية تتقلص أكثر وأكثر، ونتيجة لهذه المهزلة اللي صارت في عام 1948 تحديدا في 14 مايو، وبعد انتهاء الانتداب البريطاني، أعلن ديفيد بن جوريون الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية عن قيام ما يسميها الدولة الإسرائيلية وعودة الشعب اليهودي إلى أرضه اللي عمرها ما كانت أرضه.
لحظة، انزين هم الحين دخلوا لاجئين والفلسطينيين أوهم، شلون صارت أرضهم؟ كلنا نعرف أن اسمها دولة فلسطين من عمر الدنيا، إسرائيل هذه شلون صارت؟ أو هل كان في دولة اسمها إسرائيل من قبل؟ الموضوع ببساطة أنه يجيك شخص تعبان ما عنده بيت هو ويا أولاده وعايشين بالشارع، فتستضيفه أنت ببيتك رأفة منك، فيقعد معاك ببيتك وتعطيه من ملابسك وأكلك، وبعدها بعد ما يأكل ويشرب ويلبس ويرتاح يقولك يلا أطلع برا هذا بيتي. فتقول له أنت لا ما راح أطلع، أنا دخلتك ببيتي وساعدتك، هذا بيتي أنا. فيرفع سلاحه بوجهك ويقتلك ويقتل أولادك ويصير هذا بيته. باختصار عالم بلا قانون، هذا بالضبط اللي صار مع الفلسطينيين من اليهود، وكانت تأيد الكثير من الدول العظمى ما كانوا يجرمون هذا الشيء. وتحصل نفسك فجأة أنك الحين لازم تدافع عن أرضك لكن بدون سلاح، وخصمك مسلح، لازم تدافع عن أرضك بدون جيش لكن خصمك عنده جيش. ليش كل هذا؟ لأن ببساطة الدول العظمى تبي تخلي اليهودي هذا عنده دولة وعنده جيش، وتبي تخليك أنت بلا جيش وبلا دولة، فيلا حارب بدون جيش. وإذا لقينا عندك سلاح فأنت جماعة إرهابية. شلون عندك سلاح؟ شلون قاعد تحارب؟ تقولهم هذه أرضي وأنا قاعد أحارب حق أرضي. لا، أنت جماعة إرهابية. إنزين اللي احتلوا أرضي وجايين من أوروبا كلاجئين، وإحنا استضفناهم وساعدناهم والحين استحلونا ومعهم أسلحة قاعد يذبحوننا، هذول مو إرهاب؟ لا، هذول مو إرهاب، لأن إحنا كدول عظمى ما نبي نصنفهم جماعة إرهابية، بس أنت اللي قاعد تدافع عن أرضك معك سلاح أنت جماعة إرهابية. ببساطة هذا اللي قاعد يصير بالعالم. وبالفعل على مدار 75 سنة كانوا الفلسطينيين يتعرضون للقصف من القوات الإسرائيلية، اغتلوا الكثير من المدنيين منهم أطفال ونساء، وأعداد كبيرة من الشهداء يسقطون يومياً. ليش؟ علشان يتم الاستيلاء على باقي الأراضي الفلسطينية اللي ما سجلتها لهم الولايات المتحدة، فبدأ التضييق عليهم أكثر وأكثر، إلى أن صارت ثورات في غزة أدت إلى خروج الإسرائيليين من غزة، وبعد خروجهم من غزة سووا سياج حديدي حول غزة كلها ب 2007، وبهالطريقة علشان يسوون غزة أكبر سجن حر في العالم. تخيلوا معاي، فوق 2 مليون فلسطيني أصبحوا في غزة بهذاك الوقت، ومساحة غزة أصغر بكثير من أنها تتحمل هذا العدد من الناس 2 مليون. زين ليش اسمه سجن حر؟ لأن ببساطة اللي ساكن داخل غزة ما يقدر يطلع ولا يقدر يدخلها، والمعدات الطبية فيها ما تكفي. يعني ببساطة لو أحد مرض ويبي يسافر علاج بالخارج ما يقدر يسافر، لأنه صعب يطلع من غزة والموضوع راح يكون مكلف جدا. تخيلوا معاي منطقة تحت الحصار بالكامل من الإسرائيليين، قطع الماء والكهرباء بين فترة وفترة، أسرهم وقتل لهم، وكل وسائل الضغط كانت وما زالت تستخدم عليهم من زمان. زي كل هذا علشان شنو؟ علشان ببساطة الفلسطينيين يطلعوا من بيوتهم ويخلونها، ويخلون هذه الأرض هم بعد تأخذها إسرائيل. غزة بين فترة وفترة يتم قصفها وتخسر أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء. ولكن ليش ما سمعتوا عن هالشيء كثير في السابق؟ لأن الحرب اللي صارت بعد ذلك كانت حرب إعلامية. يعني اليهود ما كفاهم اللي سووه بالفلسطينيين، احتلوا أرضهم واغتلوهم وخذوا بيوتهم، هم بعد انتقلوا للحرب الإعلامية، واللي هي هذه تعتبر الحرب الأهم بالنسبة لهم، بحكم أن عائلة روتشارد العائلة الأكثر نفوذ بالعالم هي العقل المدبر لكل هذا، وبحكم أنهم يسيطرون على الإعلام فكان يتم التغطية على الكثير من المذابح اللي تصير بحق الفلسطينيين، بل وكان يسوون حركة أخبث بأنهم يعكسون الصورة أمام العالم إذا الفلسطينيين حاولوا أنهم يدافعون عن نفسهم، عكس الصورة بأن يخلون الفلسطينيين هم الأشرار اللي قاعدين يقاتلوننا على أرضنا اللي هي عمرها ما كانت أرضهم. بس تدرون أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى كانوا يسمونها بانتفاضة الحجارة، تعرفون شنو معناتها؟ لأن المقاومة الفلسطينية كانوا يحاربون الجيش الإسرائيلي المسلح بالحجارة، كانوا يشيلون حجارة ويقطونها، هذاك جيش كامل بدبابات وصواريخ وبنادق، بالمقابل الفلسطينيين قاعد يحاربونهم بحجارة، فصاروا الفلسطينيين بالإعلام هم المتوحشين. إنزين شنو سبب انتفاضة الحجارة؟ السبب ببساطة عمرها ما كانت بساطة، هو أن سائق شاحنة إسرائيلي قام بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين بدون سبب. طبعا هالأشياء ما راح تنتشر عند الإعلام الغربي. ليش؟ لأن CNN وBBC وفوكس نيوز وغيرها من أكبر الصحف ووسائل الإعلام صهيونية، وهذا الشيء اللي خلى الكثير من الغرب مغيبين عن الحقيقة، وتلاحظونهم دائما يتعاطفون مع الإسرائيليين. فإحنا كعرب دائما نشوف نقول هذول شنو ما عندهم إنسانية، ما يشوفون منو الضحية بهالموضوع هذا كله، بس هو بالواقع وسائل الإعلام عندهم كانت تزيف وتطلع إن الفلسطينيين هم اللي قاعدين يقتلون الإسرائيليين، وهذا كان غير صحيح، أبدا غير صحيح. والدليل على ذلك إنهم كانوا مغيبين عن الحقيقة، اللي صار في 7 أكتوبر 2023 عكس كل الموازين. السوشيال ميديا طلعت كل شيء، فقعدوا الغرب يثقفون نفسهم يعرفون شنو سبب الخلاف بين فلسطين وإسرائيل، منو قاعد يقتل منو، منو الضحية بالموضوع، فاستوعبوا ان الفلسطينيين هم الضحية، رغم ان طول عمرهم كانوا يشوفون ان الإسرائيليين هم الضحية، لكن السوشيال ميديا خلت اهل غزة يصورون اكثر وينشرون للعالم اكثر، فالحين العالم ما صار يحتاج انه يشوف التلفزيون او
أو وسائل الإعلام BBC, CNN, Fox News. لا خلاص إحنا نبي نعرف المعلومة الأصلية, ندخل السوشيال ميديا ونشوف من أرض الواقع شنو قاعد يصير. فالقوة الإعلامية هالمرة نجحت في إيصال الصورة الحقيقية للعالم. في 7 أكتوبر من 2023 تم الهجوم على مستوطنات إسرائيلية باستخدام طائرات حربية, بالإضافة إلى هبوط المقاومة بالمظلات, وتم كسر السياج الحديدي اللي موجود في غزة, وتم أسر عدد من الإسرائيليين وقتل عدد آخر مستوطنين وعسكريين. هذا الهجوم كان غير متوقع بالنسبة لهم, ووقتها صار طوفان الأقصى. وهني حاول الإعلام أن يقلب الصورة كالعادة, وأن تم الهجوم عليهم والمقاومة هم اللي بدوا. صحيح المقاومة هم اللي بدوا, لكن بعد ما سمعتوا الأحداث اللي حصلت لهذا الشعب من 75 سنة يتم قتلهم وتهجيرهم وسجنهم في بلادهم بدون سبب, راح تعرفون ان الهجوم هذا اللي سووه المقاومة هو مجرد دفاع عن النفس, دفاع عن ارضهم, هو ردة فعل لكثير من الظلم والخراب اللي صار فيها من قبل. ولكن السؤال, منو اللي نفذ هالهجوم اذا كانت فلسطين اساسا ما تملك جيش؟ حركة المقاومة الاسلامية واختصارها حماس هي عبارة عن حركة فلسطينية اسلامية مقاومة للاحتلال الصهيوني, وهدفها الاساسي هو تحرير فلسطين وان ترجع الارض لهم. الجناح العسكري فيها يسمونه كتائب عز الدين القسام, واللي تم تصنيفها في بعض الدول عام 2002 بأنها جماعة إرهابية, حماس أو الجناح العسكري فيها, بينما تعتقد بلدان أسيوية كثيرة أن حماس هي الحكومة الشرعية لقطاع غزة. حماس أسست شبكة أنفاق تحت الأرض, وهناك يتم احتجاز الرهائن الإسرائيليين, وهني صار حدث انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير, واللي هو الإفراج عن رهينتين كانوا تحت إيدهم. طلعت الرهينة المسنة الإسرائيلية يوشفيد ليفشيتس, وكان عمرها 85 سنة, وبينما كانوا وسائل الإعلام وأهلها ينتظرونها علشان الإعلام ياخذ كلامها ويشوفون مدى وحشية حماس معاها, طلعت لهم وقالت كلام صادم. وسائل الإعلام والإسرائيليين كلهم ناطرين يسمعون كلام معين, إن شنو الأذى اللي تعرضت له من هذول الجماعة الإرهابية, لكن كان هذا ردها. My mom is saying that they were very friendly towards them and that they took care of them, that they were given the medicine. And they were treated, one of the men with them had a badly injured from a motorbike accident on the way, and the paramedic was looking after his wounds, he was given medicine and antibiotics, that the people were friendly, that they kept the place very clean, they were very concerned about him. My mom is speaking about the time there. She's telling us about sharing food with the people, that the people, when she first arrived, they told them that they are Muslims and they're not going to hurt them, and that they shared, they ate the same food that their the Hamas was eating. مثل ما سمعتوا قالت إن بين فترة والثانية كان يجي طبيب يفحص الرهائن ويقدم لهم الأدوية, وإنهم كانوا يعطونهم نفس الأكل اللي يأكلونه. وهذه ما كانت الوحيدة اللي تشهد بهالكلام, بل هم بعد كان في مرة إسرائيلية قبلها اطلعت وصرحت بموقف مشابه. ואז אחד אומר لي באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ. ויש بعد هذا خذت وسائل الإعلام والصحف اللي قلت لكم عنها مقتطفات من كلام الرهينة, والمقتطفات كانت عشت جحيم, يؤمنون بالقرآن والشبكات العنكبوتية, وحطوا هذه الصورة المعدلة بالشارب اللي تبين وجهها أنه منهك. ولكن هذا الشيء ما فات بتغيير الحقائق, لأن المقطع الأصلي أصبح موجود بالإنترنت. إحنا الحين بعصر الإنترنت, هذا ممكن تسوونه بالتسعينات بالثمانينات, يمشي على الناس ويمشي على مجتمعكم الغربي, لكن الحين إحنا بعصر الإنترنت وكل شيء موجود, ما نحتاج نشوف قنواتكم زيفة. فالمقطع الأصلي موجود تقدرون تشوفونه بالإنترنت, والناس كلها شافته, أجانب وعرب, وبنفس الوقت الناس قاعدين يشوفون شنو قاعدين تعرضوا له أهل غزة. لما ذكرت لكم بالبداية أن إسرائيل أعلنت أنها بحالة حرب, اللي صار بعدها أبدا ما كان حرب, بل كانت إبادة جماعية لأهل غزة, وكلنا شفنا هذا الشيء. من بعد 7 أكتوبر بدأ جيش الاحتلال الصهيوني بقصف المدنيين وتدمير مئات المباني اللي كانت مسكونة بعائلات فلسطينية. تخيلوا معي الموقف, عائلات كاملة تسقط البيوت على رؤوسهم وما يبقى منهم سوى أشلاء.
هذا إذا عرفوا يلقونهم. تم قطع الكهرباء والماء والأكل والاتصالات كامل عن أهل غزة بهدف عزلهم عن العالم، وتم قتلهم بأعداد كبيرة جدا، وحوالي 70% منهم كانوا أطفال ونساء وكبار بالسن. ارتفع عدد الشهداء بغزة اللي لحد الوقت اللي قاعد أصور لكم الفيديو هذا في أكثر من 8005 شهيد، بينهم 3324 طفل و2062 امرأة، وعدد حوالي 20242 من المصابين بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1650 شخص مفقود. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية علقت الدوام في كافة المدارس من بداية القصف، وأكدت على مقتل 2000 طالب و70 معلم وتضرر 189 مدرسة، وتحولت بعض المدارس لمراكز لمداواة المجروحين بعد خروج حوالي 40 مستشفى خارج الخدمة بسبب قطع الكهرباء والوقود فيها، أو بسبب المصيبة الأكبر واللي هي تعرض المستشفيات للقصف. في صبيحة اليوم التالي وبكل وقاحة يتصل ما يعرف بجيش الدفاع الإسرائيلي على مدير المستشفى الدكتور ماهر عياد ليقول له: لقد تم تحذيركم بالأمس بقذيفتين. المكان الوحيد في العالم الذي يتم تحذير الناس فيه بالقذائف هو قطاع غزة. هذا الخبر الصادم في يوم 17 اكتوبر، قصفت قوات الاحتلال الصهيونية مستشفى المعمداني في جنوب غزة عن طريق طائرات حربية بعد ما حذروا وأمروا بإخلاء المستشفيات بالكامل، وأكيد ناس مصابين ومرضى على أجهزة ما راح يقدرون يطلعون من المستشفى، فتم قصف المستشفى وهم فيه. هالقصف هذا سبب انفجار كبير وصل للمناطق المحيطة وسبب مقتل حوالي 500 فلسطيني. أسرعت سيارة الإسعاف لموقع المذبحة وحاولت تتعامل مع الضحايا اللي ما زالوا أحياء، وتركوا الجثة الميتة على الأرض مرمية في كل مكان بسبب عدم قدرتهم على التعامل معها، عدم قدرة التعامل مع الجثث الكثيرة، لأن ثلاجات الموتى ما صارت تكفي، لدرجة أنهم صاروا يحتفظون بالجثث بثلاجات الآيس كريم. بعد هذه المصيبة اللي صارت وانتشرت حول العالم كله، أنكرت قوات الاحتلال مسؤوليتها عن هذا الهجوم على المستشفى، رغم أنكم لا تنسون أنهم حذروهم وقالوا لهم اخلوا المستشفيات. هذا كلنا شفناه بالسوشيال ميديا لما أمروا بإخلاء المستشفيات والمستشفيات رفضوا وقالوا احنا ما نقدر نخلي المستشفيات، الناس مرضى بتموت. فبعدها صار القصف، شلون تخلوا مسؤوليتكم عن هذا الهجوم وانتم كنتم محذرين انه يخلوا المستشفيات؟ شيء غريب. بس هني نوقف شوي، قصف المستشفيات والمدارس، قتل الصحفيين، كل هالأشياء هذه ما تعتبر جريمة حرب؟ قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين ما يعتبر جريمة حرب؟ إنزين استخدام الأسلحة المحرمة دوليا كلنا نعرف أنها جريمة حرب، ليش إسرائيل قاعدة تستخدمها والعالم كله ما يعتبرها جريمة حرب؟ إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض، كلنا شفنا هذا الشيء، ليش ما اعتبروها مجرمة حرب؟ تخيلوا أن نتنياهو قدر أن يوجه قوات الاحتلال لفعل كل هالجرائم وما تم إيقافه ولا محاسبته. هذا الشخص بكبره مجرم حرب ولازم يتحاسب، بس بدال ما تحاسبه أمريكا قاعدة تدعمه بالأسلحة وترسل له قوات. شفتوا أنها مو مجرد حرب مثل ما قلت لكم مساع، المسألة أبدا غير عادلة. لهذا السبب شافت الشعوب في الدول الغربية وفي العالم كله اللي قاعد يصير، فصارت مظاهرات عالمية حتى بالدول الأجنبية اللي عمرهم ما كانوا متعاطفين مع فلسطين. بعد ما شافوا هذا كله قالوا ستوب، في شيء غلط، احنا طول عمرنا قاعد توصلنا المعلومات غلط، بس اللي قاعدين نشوفه الحين بالواقع شيء مختلف تماما. فشعوبهم قامت مظاهرات في امريكا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، النمسا، السويد وغيرها الكثير من الدول، الى جانب بعض الدول العربية طبعا. في روسيا يوم 29 اكتوبر تم الهجوم على مطار داغستان الروسي من قبل متظاهرين. اول ما سمعوا خبر هبوط طائرة اسرائيلية على طول اسرعوا المتظاهرين حاملين اعلام فلسطين ويحاولون منع دخول هذه الطيارة، وهالشيء هذا تسبب في اصابات غير مذكور التفاصيل عنها، وادى الى توقف المطار عن استقبال الطائرات لعدة ايام. إنزين السؤال الأهم، ليش فلسطين؟ يحاولون الصهاينة إقناع العالم بأن فلسطين أرضهم ولهم حق فيها وما يعترفون باحتلالهم عام 1948 ويصرون أن أرضهم، ويجيبون لك أدلة غير صحيحة من كتبهم، والدليل على أنها غير صحيحة هو وجود فئة متدينة يهودية ترفض الاعتراف بدولة اسمها إسرائيل لليهود، ورافضين اللي سووا الاحتلال بفلسطين واللي قاعدين يسوونه للحين من جرائم وحشية ضد الأبرياء وسلبهم أرضهم بالقوة. وهم بنفسهم هذول الفئة اليهود اطلعوا مظاهرات ويرفضون الوضع الحالي اللي قاعدين يسوونه الصهاينة. وهني نعرف الفرق بين اليهودي والصهيوني. The state of Israel are terrorist state. They're killing children and women every day. We as Jewish people, we are embarrassed. They call themselves Israel. They hijack the name of Judaism. Judaism rejects Zionism and all atrocities that come out from the state of Israel. Thank you.
ولكن سبب تمسكهم بفلسطين هو أنهم يعتقدون أنها أرض الميعاد اللي راح يعود لها اليهود ويتجمعون فيها، وكذلك بسبب اعتقادهم بوجود تابوت. شنو هالتابوت؟ التابوت هذا تم ذكره بالإسلام بتابوت السكينة، وهو مذكور بالقرآن، وكذلك تم ذكره بالديانة المسيحية باسم تابوت الشهادة، وباليهودية باسم تابوت العهد. وهالتابوت عبارة عن صندوق تم وصف شكله حسب المذكور بأنه مصنوع من خشب السنط ومطلي بالذهب من الطرفين الخارج والداخل، وكان التابوت محمول على مساند هم بعد من خشب السنط المطلية بالذهب، واللي موجود داخل هذا الصندوق بقية تركها آل موسى وآل هارون. وحسب التفسير التابوت هذا فيه عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة، وقال التفاسير أخرى إن فيه ثياب موسى عليه السلام وهارون. وذكر في تفسير الطبري إن هذا التابوت اللي كان مع بني إسرائيل، وكانوا إذا دخلوا حرب ينتصرون على العدو ولا يقدر أحد يهزمهم بسبب هذا التابوت، وإن إذا دخلوا حرب وما كان معاهم هذا التابوت يخسرون. تختلف الروايات عنه بين الديانات، ولكن في روايتهم اليهودية يؤمنون بأن هذا التابوت قوة سحرية، فقاعدين اليهود بإسرائيل يبحثون عنه. وفي أقوال كثيرة عن مكان تواجده، فمثلا في فئة منهم تؤمن بأنه موجود في أثيوبيا، وتؤمن فئة أخرى بأن هذا التابوت طاح بإيد جماعة معينة، وهالجماعة هم اللي قاعدين يستفيدون من قوته الحين، والجماعة اللي يقصدونها هي الماسونية. لكن ركزوا، هذه النظريات متداولة ما في أي دليل عليها. وفي نظرية أخيرة واللي تعتبر سائدة بين اليهود، واللي هي إيمانهم بأن هذا التابوت موجود تحت المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو كل ما داخل السور مثل ما قاعد تشوفون بالصورة. هم يعتقدون أن التابوت هذا موجود تحت المسجد الأقصى، تحديدا المسجد اللي عليه القبة الرمادية اللي هو الجامع القبلي. أما هذا الصورة اللي الحين قاعد تشوفونه هو مسجد قبة الصخرة، واللي هو كذلك يعتبر جزء من المسجد الأقصى. فعلشان كذي الإسرائيليين دائما عندهم هدف بأنهم يهدمون المسجد ويستخرجون تابوت العهد، وبعدها يعيدون بناء هيكل سليمان. وعلشان يبنون الهيكل الثالث حسب معتقداتهم، فهم بحاجة لشيء أساسي تم ذكره كذلك في كتبهم، واللي هي البقرة الحمراء. البقرة الحمراء حسب المعتقد اليهودي هي بقرة يتم تقديمها كذبيحة، وإجراءات ذبحها وحرقها ونثر رمادها ترمز عندهم الطهارة، وهي بعد في معتقداتهم شرط أساسي لتمكينهم من الدخول دخول جبل المعبد اللي هو المسجد الأقصى وتحقيق هدفهم بهدمه. وعلى مر السنين كانوا اليهود يبحثون عن هالبقرة لأن لها شروط معينة، مو أي بقرة، حتى لدرجة أنهم قسموا نفسهم لعائلات، كل عائلة تجهز وتصنع أدوات معينة لذبح هذه البقرة، والأدوات اللي راح تستخدم لنثر رمادها لتطهير الشعب علشان يكونوا جاهزين لذبحها أول ما يلقونها. وبعدها يتم السماح لليهود من كافة أنحاء العالم بدخول المسجد الأقصى. وآخر تحديث لهالموضوع موضوع البقرات قبل كم سنة تقريبا، لما وصلت 5 بقرات حمر من ولاية تكساس إلى فلسطين، وتم وضعهم في مختبر سري ينتظرون وصولهم لعمر السنتين، وبعدها يذبحون واحدة منهم اللي تتوفر فيها الشروط. وحسب المذكور من 2000 سنة ما انولدت بقرة بالمواصفات المذكورة عندهم، رغم محاولاتهم وجمع علمائهم ومحاولة استنساخ، وكل مرة يظنون انهم لقوها خلاص على طول يطلع فيها بقعة مختلفة او شعر اسود فيتم استبعادها. يعني هم من قبل كانوا يحاولون انهم يصنعون هذه البقرة عن طريق الاستنساخ وعن طريق واجد امور، لكن ولا مرة ضبطت معهم. انزين، السؤال الثاني، ليش دائما الصهاينة يهجمون بهذه القسوة وقلبهم ما في ذرة انسانية حتى على الطفل؟ ليش هذا الكره اتجاهنا احنا كعرب او كمسلمين؟ هذا الكره من قديم الازل. رئيسة الوزراء السابقة جولدا مائير قالت مقولتها الشهيرة، كل صباح اتمنى ان اصحى ولا اجد طفلا فلسطينيا على قيد الحياة. ليش؟ وكذلك وزير الدفاع الاسرائيلي يقول نحن نحارب حيوانات. اسمع المقطع. نحن متلين مصور مخلط على عير غزة. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. أي قلب وأي إنسان يعتبر المدنيين والنساء والأطفال الأبرياء أنهم حيوانات؟ حتى الحيوانات تنرحم وما تتعامل بهذه القسوة. تدرون هذا كله يعتبر شنو؟ هذه القسوة والهجوم بجنون يدل على خوف شديد بقلوبهم حاليا، وخوفهم الأكثر من العقد الثامن. شنو هو العقد الثامن؟ على مر التاريخ اليهودي ما قامت دولة لليهود أكثر من 80 سنة إلا خلال مرتين فقط، وهالمرتين تفككت الدولة في العقد الثامن، وحاليا فلسطين تعتبر هذه تجربتهم الثالثة لإقامة دولة يهودية. لذلك هم جدا خايفين من لعنة العقد الثامن وأن تسقط دولتهم الغير موجودة، لذلك قاعدين يحاربون بكل ما فيهم. بس مثل ما قلت لكم، وراء هذا الهجوم خوف كبير،
حتى أن قبل سنة تقريبا عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك عن مخاوفه من لعنة العقد الثامن المرتبط بزوال إسرائيل، وقال أن هالشيء راح يحصل قبل الذكرى 80 لقيامها. فهم الآن يحسون أن نهايتهم قربت لأنهم عارفين الحقيقة ومؤمنين فيها، بالذات أن هذا الشيء مذكور بدينهم. مع ذلك يحاربون لأن في معتقدهم أنهم شعب الله المختار، وقاعدين يسوون أشياء علشان يعجلون فيها نهاية العالم ويوم القيامة، لأن باعتقادهم أنهم بعدها راح يكونون هم حكام الأرض وباقي الناس راح يكونون عبيد لهم. الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال في أحد محاضراته: لا تخافون إذا تجمع بني إسرائيل، لأن هذا وعد الله، يسكنون الأرض متفرقين ويتم تمكينهم في الأرض، وإذا جاء الوعد راح يتجمعون في مكان واحد، وقتها نقدر نحاربهم وننتصر عليهم. هذا وعد الله مذكور بالقرآن الكريم، واللي هم يدرون عنه وخايفين منه، خاصة المتدينين منهم. ما راح أتعمق أكثر بالأمور الدينية وبتركها لهلا، لكن زوال إسرائيل هو أمر حتى هم ما يعرفونه. هالمقابلة الحين اللي بعرضها لكم مع الحاخام ديفيد وايز يقول فيها إسرائيل ما لها مستقبل ورفض أن يعترف فيها كدولة، وهم قال إسرائيل تعتبر عصيان لأمر الله اللي كتب عليهم الشتات في الأرض. الدلائل الموجودة تشير أن هذا بالفعل راح يصير، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية شهدت إسرائيل فترة عدم استقرار وشتات، فتم عمل انتخابات خمس مرات وتغيير الحكام، ولحد اللحظة هذه ما عندهم دستور، القضايا كثرت عليهم وصارت انقسامات في الشعب، هذا غير تمرد جنود الاحتياط بسلاح الجو الإسرائيلي، معترضين على حكومة نتنياهو، وتمرد بعض العناصر في المخابرات والأطباء الضباط، وما راحوا الخدمة العسكرية، مئات الضباط أعلنوا انسحابهم من الخدمة العسكرية، وهذا كله صار قبل طوفان الأقصى اللي صار في 7 أكتوبر. وقتها طلع الرئيس الإسرائيلي السابق إسحاق هرتصوق في بيان الأمة يوم 9 مارس 2023 وقال العبارة التالية: إن ما يحدث في إسرائيل كارثة حقيقية، البلاد تنهار أمام أعين الإسرائيليين، ومشاهد اليوم هي كارثة وكابوس. نلعب بخير الأوير פרשננו לענייני צבא אלון בן דוד, הגל הופך לצונאמי. כמעט, הוא הולך ומתגבר. אנחנו לא מדברים עדיין על מספרים מאוד גדולים, אנחנו מדברים על כמה מאות קצינים בסך הכל בכל צהל שהודיעו שיפסיקו להתנדב, מתוכם למעלה מ-200 בחיל האוויר. הבעיה היא איפה הם מרוכזים, ביחידת השליטה המרכזית של חיל האוויר, בלב המבצעי של חיל האוויר שמנהל את הפעילות המבצעית שלו, ושם יש עזיבה שכבר מתחילה להקשות על מילוי השורות בפעילות. תסתכלו על 4 תתי אלופים שעוזבים את המטה המבצעי, שים שהיו מפקדי בסיסים בעבר, שהיו בעלי תפקידים בכירים בחיל האוויר, והם הוכשרו לנהל לחימה באופי מסוים של לחימה, בגזרה מסוימת של לחימה. זה לא אנשים שאפשר להכין אותם אינסטנט, זה לא שאפשר להביא עכשיו סגן אלוף מפקד טייסת ולהכשיר אותו בין רגע להיות שולט בתא השליטה של חיל האוויר, על הרבה אנשים בחיל האוויר שמתלבטים, וגם המפקדים כבר מתחילים לסמן את אלה שמתלבטים, שצהל מתחיל לאבד את هذا بالضبط اللي يصير لما يحتل شخص أرض مو أرضه. تكون الحكومة هشة والكيان ضعيف، وبمجرد ما صار شيء حرك شعورهم بالخطر وحاربوا بكل وحشية، ومن حقنا الدفاع عن نفسنا ومحاربتهم، وهذا اللي قاعد يصير. لكن رسالتي اللي بوجهها للعالم كله من جميع الأديان ومن جميع الدول، قضية فلسطين هي قضية إنسانية، قضية يتم قتل فيها الأطفال الأبرياء يوميا. تخيل يقتحم شخص بيتك وينتهك عرضك ويأمرك بالسكوت ما تتكلم، وإذا فكرت مجرد أنك تقاومه يتهمك بالإرهاب، والتهمة هذه تتم عليك من العالم كله. وإذا استنجدت بالعالم تلقى الدعم يجي، بس ما يجي لك، يجي لعدوك، الشخص اللي اعتدى عليك. الإعلام الغربي صنع صورة نمطية عن المسلمين بأنهم إرهابيين وبأنهم يقتلون بوحشية، وهذا الشيء غير صحيح، بتاتا غير صحيح، ما يصدق إلا الشخص المتخلف. بس الحمد لله أن إحنا الحين وصلنا لعصر ما حد مغيب عن الحقيقة، اللي يبي الحقيقة يلقاها بالإنترنت، الحقيقة واضحة وضوح الشمس. فلسطين هي دولة عربية محتلة وراح تبقى دولة عربية. الشيء اللي نقدر نسويه تجاههم هو الدعاء والدعم إذا لقينا جهات موثوقة، وأهم شيء مقاطعة أي جهة تدعم إسرائيل، لأن عيب علينا إحنا كبشر نقط فلس واحد بمكان ملطخ بالدماء، سواء كان مطعم، كافيه، براند، أي جهة تدعم إسرائيل فهم ملطخين بالدم، ملطخين بدم الأطفال. وخلونا نتكلم وما نسكت، ونبين للعالم كل الحقيقة، حقيقة الظلم اللي صاير في غزة وبفلسطين بشكل عام. لهني أتمنى أن وضحت لكم الصورة، المصادر كلها موجودة تحت بالديسكريبشن، ونصيحتي لكم لا تصدقون أي شيء ينتشر بالإعلام من أخبار ما لها أدلة، صدقوا التاريخ،
وصدقوا لعيونكم تشوفه وأذنكم تسمعه. ولهني نقدر نقول وصلنا لنهاية مقطع اليوم. أتمنى أنكم تنشرونا في كل مكان، وإذا كان عندكم أصدقاء أجانب دزوا لهم الفيديو، لأن الفيديو هذا راح يكون مترجم، وهذا أقدر أقول إن أقل شيء أنا أقدر أسويه. ودعواتكم لأهل غزة، ويعطيكم ألف عافية، واللي جاي أحسن.